ربع وراء يا ولد. هاي نفوسك يا ولد. شو شكري ولد انا عدالك يا وقتك اقول ما كن يا شباب. شكري يا شكري لك يا رمزي محشوم قولوا بقل يا جماعة لك يا محشوم شكري يا شكري لك وحدي والله يا شباب شكري لا محشوم لك شكري شكري لك طولوا بقلكم يا شباب معقول صغير لأنك طايش هالمرة علمت عليك تعليم بس في شغلة لازم تعرفها أنا أخوك رمزي ما قتلته ظلم لما بدك تواجهني مثل رجال ليكني قدامك حاضر روح روح تخبى بحضن مامتك روح ليش؟ لمين؟ خلاص رمزي محجوب لك رمزي شو عم تعمل ببيتي يا رفي شو عم تعمل ببيتي يا رمزي عم تفوت على بيتي عم تخوني بحريماتي يا قليل الشرف قتلتني قتلتني يا محجوب يلا شاركينا يلا ايه بس انا ما بحب حماتي ولا بحب هالاكله هاي حرام تكون سفرجليه ولا سمائيه مع شقف اللحم بعظمه يا العين تطرق وبلا هالكبره النفس يلا كلي كلي واسكتي هاتي هاتي لصب لك اطيب من السفرجليه خيتو هاتي قربي والله هاتي لحط لك بصل يا سلام طيله استرجيني ولا معي مخلل خدي خيتو طيب لي ايه لك يا جماعه انا حاسه حالي غريبه عن الحاره لك لا عم شوف حدا ولا حدا عم شوفني يخرب بيت النسوان الحاره لك ما بيتنازلوا يسلموا على حدا لا انت غلطانه والله اجوا لعنا نسوان الحاره كلهم انا وبغوران بعدين اجت لعنا مرت المختار واجت مرت ابو حزام يا حبايب قلبي وعدنا قاعده بتاخذ العقل اي نسوان بينباسوا من بين عيونه شو بكي لك ليش انا ما حدا عم بيتعرف علي يو انت مالك معروفه مثل حكايتنا انت مو من حارتنا حبيبتي بلا شو والله بدك تساليهم لهم نحن شو دخلنا هيك لك محجوب
ما بدك تقلي شبك يا مو، من لما اجيت وانت ساكت وقاعد صفنان ما حكيت ولا كلمة. لتكون تعلقت انت وشكري بالطريق. يا مو ما رح اكذب عليكي، شكري حاول يقتلني بس ما قدر، وانا ما كان فيني اقتله بس علمت عليه وسنحته. ما بدي الناس تقول عني قتلتها. هيك لكان، وبعدين مع هالقصة يا محشوم، وبعدين مع هالقصة. شو مشان محجوب يا مشعل؟ عم تتستر على هيك ناس هربانة من السجن؟ هي وحدة عليك. الحس شو تريد مني يا ابو منشار؟ ما بصير تغلط هيك غلطة بمشعل وتتستر على ناس عاملة هيك عاملة، وهذا القانون رح يحاسبك عليه. والله أنا حاسس أنك جعت تتلقوس من وراي لما تاخذ هذا الكرسي وتقعد عليه وحيدك. أنا يا مشعل؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من كلمة أنا. أنا ما بطعم فيك يا مشعل، بس أنا عم نبهك ليقوم يجي حدا ويطق لك برغي بالداخلية، ساعتها بتعرف شو بصير. تطمن، ما بي حدا يريد يطق لي برغي بالداخلية إلا إن شان ليك أنت ثلثين الخاطر. طمن أبو مشعل، سرك كبير ما له قرار. إي زين زين. شو بدك من هالعلقة؟ شو بدك منه؟ تقبرني، أنا عندي ضفرك بيسوى عائلته وعائلة عائلته. بوسي إيدك، برضاي عليك ببعد عنه. بعد عنه؟ إيه؟ لق علي الحلال مالي تاكل حتى سبحه بدمه لهالندل. مو أنا اللي بيتعلم علي يا أبو، مو أنا اللي بيتعلم علي. لك يا رجال شو ساكت؟ احكي مع ابنك، الظاهر ما دام فوت الكراكون. ابني راسه يابس ولا 60 بلطه بتجز له راسه، شو سوي له؟ لك يا اخي مشان الله خلص اتركه، يلي فات مات، نحن اولاد اليوم. لك انت شو عرفك لك اختي؟ علي الحلال ما بتعرفي شيء. لما قتل اخوك قدام عيوننا ما حدا قدر يرد الصوت. من يومها دمي عم يغلي غلي، من يومها. والله بعرف حاسه فيك، بس نحن خايفين عليك، ما بده يصير عليك شيء بسببه. كيف همي؟ انا شايف الضوء من عيونك، والرجال بين دمه سهل، ما رح تقدر عليه. خلص اتركه، كل مين له نبي يصلي عليه. لا يا مولا، بقدر عليه وزياده، وداري بدي اخذه من محجوب لو اخر يوم بعمري. لا اله الا الله، لا اله الا الله، دق المي وهي مي. قوم لك امي، قوم تقبرني، روح على بيمارستان، خايفه جرحك يلتهب، قوم الله يرضى عليك. لك يا مو ببوس ايدك، ببوس ايدك، عمل لك جرحي ما في شيء، شغله بسيطه عرضيه، لفوا على الموضوع وسكروا السيرة بقى. سهيلة ايه انزلي اعملي لي كاسة شاي خليني اروق دمي روحي. على عيني. اوه ديري بالك علي، لا تخليه يطلع من البيت، أنا راجع على الدكانة، مفهوم؟ طيب ريح أمي ريح. أمي هيك حتضلي واقفة؟ إيه قعدت لك. خير عمي أبو عزام؟ بعت وراي. ليك شكلين ما بحكي، ومالك طلع من هون قبل ما تقول لي ليش قتلته لرمسي، والا قسما بالله انا اللي راح يهدر دمك بايده. اللي لشوف ليش قتلته؟ ولك ابني كرمال الله اللي ليش قتلته؟ رح اقول لك ابو عزام، بس بدي توعدني ما احكي لك شيء ويطلع لبرا، يضل الموضوع بيني وبينك. ما بحكي لحدا. عم اسمعك يوميتا،
كنت راجع لبيتي بعد نص الليل ومشوف رمزي حبيبي ورفيقي وصاحب عمري، شوفه طالع من باب بيتي. شو كان عم يعمل بيتك؟ كلك مفهومية يا وعزام، كلك مفهومية. يعني هلا لهذا سبب اختك هي زهران هربت من البيت؟ هربت قبل ما الحق قتلها. ليك محجوب، سرك كبير وانا ما راح احكي لحدا بنوب وشو من صار، وشكري انا بتفاهم معه. بعدين عمي ايش كان بدك تبقى بالحارة؟ ما حدا بيمنعك. امرك عمي ابو عزام، امرك. بس بعد اذنك بدي منك شغلي. امور انا ما حدا عم يرضى يشغلني، ومو صفيان معي ولا فرانك اصرف على بيتي. فاذا بتأمن لي اي شغله بمعيتك. ايه شو علي عمي شو علي؟ في عنا الزبال اللي بالحارة أعطاك أمره، وأنت بتعرف هذا الشيء. يعني الحارة بدها زبال. بعدين لك عمي الشغل مو عيب، أبدا مو عيب. إيه أنا موافق، المهم شغلة بترضي رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. طول بالك شوي عمي، طول بالك. خد هدول تشتري بقشي توابعها، والباقي بتخلي معك مصروف للبيت. بس اوعك اوعك تعلق مع شكري، فهمت؟ الله يجبر بخاطرك يا عمي ابو عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام.